أصابك عشق الأمر ميت بيسوم فما هذه إلا سجية مغرامي أصابك عشق الأمر ميت بيسوم فما هذه إلا سجية مغرامي ألا فاسقني كسات خمر وغني لي بذكر سليمة والكمان ورغمي ودعا كذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من إذا لبست فوق جسم منعم أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثت بالكلام المغمغم وأحسد كاسة تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثن في الفم أغار عليها من أبيها وأمها إذا حدثها بالكلام المغمغم وأحسد كاسة تقبل ثغرها إذا وضعتها موضع اللثم في الفم حرمت يوما على دين محمد فعذرا يا رسول الله فخذ على دين المسيح ابن